بمناسبة الأجازة، لو حضراتكم تتذكروا يمكن كنتم معايا، أنا قلت إن إحنا عملنا 11 صفقة جديدة أول السنة، بالظبط. وخدت تريقة والله العظيم يا كابتن شريف يا كابتن ماهر، خدت تريقة مش عايز أقول لك، وده من بعد ما نلاقي يشجع النادي الأهلي يعني، ويطلعوا يقول لك ده بص بيقولوا انا مش هطلع اقول زي اسلام الشاطر ما بيقول ان انا عندي يعني صفقات جديده 11 صفقه جديده، لما انا قلت ان الشناوي ياخد اجازه ده شهر ده صفقه، ولما يرجع من يعني ده انا كنت ساعتها بقول ان بحس لعيب الكوره يعني بتبقى عارف ان انت لما بتبعد شويه وبترجع بترجع مختلف تماما. طبعا فخدت تريقه دلوقتي الناس بتقول الكلام اللي الواحد كان بيقوله من سنه يعني. ان شاء الله ان شاء الله انت السنه دي تاخد كل يا رب البطولات باذن الله ان شاء الله. ما خلي بالك انت خدت لانك انت زي ما في الحديث الجميل الشيق اللي كان بتاع الاستاذ ايومي وكابتن سامي هي اوضه اللبس، صح، هي الاداره، يعني هي التعامل بين اللعيبه وحبهم لبعض مش اكتر. احنا ناس طول عمرنا بنشتغل على مفهوم واحد، اسعاد جماهيرنا، اسعاد جماهير مصر كلها. مصر امبارح لو اكيد انت شفته، كلنا شفنا بعد صفارة الحكم مصر حاجه تانية. لا كان فيها انتماء بقى اهلاوي فقط او لا لا لا، مصر كلها. انا عايز اقول لك حاجه، انا اول تليفون جالي كابتن ابو رجيله. والله كلمني، والله كلمني، صح، مبروك يا شرف. صح، كانت يعني تليفون مؤثر فيا وجميع اصحابنا الزملكاويه برضه. كنت الاول مره بلاحظ فيهم المره دي ان هم مبسوطين. انا بقول لك بصراحه يعني ليه؟ حسوا بقد ايه المصري او الاهلاوي وهو بيلعب امبارح في المغرب. حسوا قد ايه ان دي البلد، مش صحيح مش فقط لا، وخلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، تهنئه السيد الرئيس وتهنئه بعد كده رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس كل ده، انا بشوف ان هو بيخلي الناس كلها يا جماعه ده الاهلي بيلعب مصر بتلعب، الزمالك بيلعب مصر بتلعب، الاسماعيلي، كل الانديه الكبيره. والله يا اسلام مصر كانت محتاجه الفرحه دي. فعلا بجد بعد اللي انا شفته امبارح ده، احنا كنا محتاجين نفرح يا جماعه. والاهلي دايما زي ما بيقولوا صاحب البسمه وصاحب اسعاد الناس والفرحه. انما سيبك من البطوله وسيبك من كل حاجه، احنا ككيان كلنا مع بعض، البطوله دي جايه من عند ربنا. طبعا اهداء من ربنا للناس، كل اعملوا فسيرى الله عملكم الرسول والمؤمنون. ده فعلا الكلام ده مش لا، الكلام ده اللي بيشتغل، الكلام ده اللي الناس حاطه ايديها في ايدين بعض، الكلام ده في الاخر هتلاقي حياتنا كلها ببلدنا كلها ماشيه في نفس السياق. صحيح، الحقيقه الفتره دي كلها، فربنا بيكرم وبيدينا على قد نياته وعلى قد الشغل اللي انت بتتعب فيه. فقد ايه الناس اللي شغاله زي سامي قمصان حاسس بنفس يعني الراجل ما فيش كلمه قالها الا هي كلمه المنظومه المؤسسه اللي بتوصلك للنجاح. كان معايا تليفون قبل حضراتكم الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، فبقول له احنا خدنا 18 بطوله من 22 في العاب الصالات. قال لي احنا مش هنفكر في ال 18 خدناهم ازاي، احنا هنفكر في الاربعه خسرناهم ازاي. طبعا محمد شوقي كمان من ما ده الناس دي كلها مش اعضاء مجلس اداره، دول اعضاء جمعيه عموميه، محبين، اعضاء جمعيه عموميه. صحيح، يعني بكره الصبح بيبقوا في اجتماع، صح، بينزلوا يقعدوا وسطينا ووسط الجمعيه العموميه ويعرفوا قد ايه الناس بتفكر وقد ايه الناس بتتكلم وقد ايه الناس بتحس. فالحكايه حكايه نجاح. اول ما بننجح كلنا، اديك شفت احنا قاعدين نتصور طبعا بالكاس الاميره اللي احنا من 82 وبنتمحك فيه دلوقتي. عايز اقول لك احنا فتحنا لكم فتحه، عايز اقول لك مش انت بس اللي اتهاجمت، خد بالك الجهاز ده اتهاجم. لا مش عبد الحفيظ، لا مش قصدي، انا قصدي ان وطلبوا من الكابتن محمود القطيف خلي بالك ده تغيير الجهاز ولازم دم جديد ودم لا ومجلس الاداره تهاجموا حضراتكم، كلنا تهاجمنا، انا مش قصدي انا، احنا لو قلنا كلمه كده تتاخد الناحيه الثانيه، تتاخد الناحيه الثانيه مش مشكله. انما مره انا والكابتن شريف يعني اتعمل علينا حفلات، اتكلم على ماتش في الدوري، اتكلم على ماتش في الدوري طلعونا في افريقيا. والله معلش يعني احنا الفتره اللي فيها دي ده بياكد شريف برضه، خد بالك ان مجلس اداره عنده وعي وعنده خبره بشكل كبير جدا حقيقي. ثبات الاجهزه هو اللي انتوا اللي تقولوا لنا بقى وصلنا للنجاح ده، لكن انت عارف كل حاجه.